حبيباتي مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غناخذكم واحد الجوله واحد الخرجه معايا اللي ماشي عادي. في هذه الخرجه هو ان غيكون عندنا ضيفه غادي ترافقنا. واحد الضيفه سولتوا عليها بزاف وكلكم تتقولوا لي علاش ما بانتش معاك شحال هذه فهي اليوم معايا. فارتئينا اننا نصوروا فيديو لهذه الخرجه اللي غادي نخرجوها باش تشوفوها وباش تحيوا معاها صله الرحم. الضيفه ديالي هي الصديقه ديالي نبيله. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كدوزوا وقت زوين مع فضاء صفاء. احنا انا عرفت بانه غبت عليكم. المهم كما قالت لكم اليوم غادي نمشيو وغادي نديروا واحد الجوله ونتمنى تكونوا تتسمعوا. كنت في المغرب وتفارقنا واحد المده طويله ونهار رجعت قالت لي صافي لاش رجعتي كوني بقيتي تما وخليتيني ومورال. اول ما جيت من المغرب كنا تنتلاقاو ولكن ما جاتش الفرصه اننا نصوروا فيديو. فاليوم غنصور لكم فيديو ونصوروا هاد الخريجه. كي شفتوا حنايا الجو زوين، الشميشه خارجه واخا الجو برد ولكن جو زوين الجو بديع. ودابا غادي ناخذكم الدنيا ربيع لا الدنيا شتاء، الدنيا خريف. ام صوري لا الشتاء خريف، الشتاء راه دخلنا فصل الشتاء راه شهر 12. المهم حتى ال 21. ودابا كيف ما كتشوفوا معنا حنا غاديين لينا صفاء مول دالاس تاون سنتر مول. غادي للمول وغادي نشوفو نديو الوليدات لشي بلاصه زوينه فين يلعبوا. بغيتكم تشوفوا هاد اللعيبه اللي عند صفاء، هادي مبخره كنديروا فيها سواء العود سواء البخور سواء داك يعني كاع الانواع البخور اللي عندكم ممكن تحطوها فيها. شكلها زوين العود العود وهي دابا دايره راه دايره لنا العود هنايا. دابا راني دايره العود اكرمك من الله. اختي صفاء انا ما بغيتكش انايا تحطيني بعيده على الباب ديال المول، راكي عارفه واخا نزل لا في الباب. حطيني حدا الباب باش انا نقلب على البلاصه باش نلقاو شي بلاصه هنايا. هنا غير ديال هادي راه فري هادي هادي لا هاديك تشيز كيك فاكتوري. اوكي بابا الله يعطيكم من ريحه الجنه كاع محبي فضاء صفاء كلهم بدون استثناء. ما نساوش ما نساوش صفاء هي اللي غادي نحطك بعيده يا بنيتي. او نو علاش لا غير غير براسه بلاصه خارجه من هذيك حتى وحده هي غير انا عيني اوكي hasta luego. Thank you so much my Safa. Oh. Thank you. الدراري يلعبوا غادي يلعبوا هنايا في هاد لعباتيكا. غادي نطلعوا حنا زعما باش نشدوهم يعني غنلعبوا معاهم حنا تنشدوهم غير باش ندوخوا معاهم شويه حتى حنا غادي نطيشوا معاهم. تذكروا يا ما تطفونا خليكم معنا.
الدراري تيلعبوا وحنا جالسين تنتفرجوا في عقلنا. ما كرهناش المظلة. انا بعدا في داك البلاي جراوند اللي حدا الطاط تنلعب معاهم مع دوك الضليقات كبار تنطلع وتنطلع. انا كنمشي ملي كنمشي للبلاي جراوند كنبقى نلعب ديك انت خلاص هي قطيطوش انا الضليقه تنطلع ونحط جنب بجري ونزلق حيت ديك الضليقه كبيره وصحيحه تنطلع تنشبع الضليق خلاص ديك قطيطوشه تنطيش شنو غادي تطيح بيا ما يجي صبر هنا كي تشوفوا جينا باش ناكلوا فغناكلوا هنايا هاد البريل كباب عنده الكباب حلال والماكله حلال فغادي ناخذوا الكباب باش تمشي واخا تكونوا تاكلوا هنا هاد القضيه اللي تندير تنقول لهم تو جو تيقولوا لي فور هير ولا تو جو تنقول لهم تو جو باش تعطيو في البواطه باش من فوالا ما كليتيش كلشي تتقدري داكشي اللي بقى تاخديه معاك في البواطه ماشي بحال الا قلتي لهم فور هير تيعطيوك غير في طبسين سواء كان اللي تكلات تكل انا بغيت دابا شي كويس ديالاتي نمشي نعمر وجاتني واحد النعيسه انتي اينا اينا ستيل بغيتي عرفت شنو بغيتي زعما شنو هو الستيل اللي انتي باغاي شي حاجه ماشي كلاس ماشي سفور ضروري تكون جاكيطه ماشي شوف كلاس بزاف شي جاكيط ولكن اللي تجي فوق لا شوميز والكرافه ماما انت واش بغيتي ضروري جاكيطه ولا لا ماشي ضروري بغيتي يا جاكيت يا سباط ناخذ سباط كحل عنده واحد قهوي جديد شراه والكحل عنده واحد قديم شويه ما عندوش سباط كحل ماما ماما واش نشوفو جيت السباط جاكيت ايوا هو 11 دولار منين لوك نعم
زوينين هاد الشكيلات اللي عندنا. ثمنهم 24.99 ودابا في ستيل دايرين لهم 11.99 قول 12 من 25 ل 12 عجبني هاد حتى الغوز جاي حليل له نون الكحل كيمشي مع كلشي غزي ولا هذاك هذاك يا فني ولا هذاك ديك لا كولور هاي لازم so This is Jingle Bell. This is Jingle Bell Rock. Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bell, Jingle Bell. اوكي شاومي جانا واو مامي شو كيفي يلا قولي شكرا شكرا عفوا حبيبي حمدي لا سي شكرا مامي كاين ترمز ما كاينش اوكي دادا اوو دادا اوو غنغادروا مع السلامة مع السلامة ان شاء الله الى فيديو اخر ان شاء الله مازال نصوروا لهم فاش وصلوا للدار نعمروا شي بريرداتا عاد نختموا تما اوكي سو دابا مع السلامة المول ماشي المتابعات دابا كيف ما كتشوفوا شتي شوفوا البرد خرجنا لقينا الجامودي احنا عاد تكمشنا غادي نفحلنا كي شفتوا هذه العشيه اللي دوزنا الدراري لعبوا تسارينا شويه فانت كنت ما شرينا حتى شي حاجه غير شفنا بعويناتنا تفرجنا الزوج ديالك هو اللي صافي شريت الصباط للزوج ديالي ونبيله شرات للدراري مسكينه واحد الساعات وصافي وكلينا وشربنا وخرجنا ماشي شرط فوق ما نجيو نشريو تقدري تجبديه لي من البواطار اللي فرده واخا انا نوري لكم اختي هو هذا شريتو لو في النوار كالفين كلاين زوين انا عجبني على الاخر هذا جاي يحلو الشكل ديالو مجموع ايوا نتمنى ان شاء الله يعجبو ان شاء الله دابا غادي نمشيو للدار حيت كلينا ودخلنا صافي مور ما تغدينا بدينا تندورو شداتنا الدوخه بديت نقول نبيله عتي باغي نعس اتاي اتاي شي بريرد تاتاي دابا نمشيو للدار نعمرو شي بريرد ونختموا لكم الفيديو من تما ان شاء الله يلا دابا كنشوفو حنا جينا للدار تنعمرو واحد البريرد ديالاتاي باش عاد نجلسو نرتاحو عتي عيينا ومع الدراري تعبونا تعبونا شوفوا هاد اللعيبه انت ديما فاش تشحروا ديروا تشحر مع السكر وحبوب اتاي والماء صافي حتى يتشحر ويطلع وكلشي وتبغوا تسويو عليه عاد ديروا الاقامه
ما ديروش النعناع يطيب، النعناع فاش تيطيب تيمشي الشهد ديالو ديك النسمه ديالو تتمشي فاش تيطيب. خليوه هو الاخر وشفتوا النعناع هكا وعصروه بين يديكم باش تطلق الريحه وخشيوه في البراد ومباشره طفوا. صافي ما عمركم ديروا النعناع من الاول كي تيعمر اتي وتيعمر النعناع من الطبق، النعناع تيبقى يغلي بزاف. واللي ما عندوش النعناع طري يدير النعناع يابس. نوريكم هو في المعطره ديالي في المعشبه. فوالا هاد النعناع يابس ملي ديروا حبوبات تاي والسكر ديروا شويه ديال هاد النعناع يابس في البراد وديروا الماء ويغلي تيجي اتاي غزال تيجي فيه النسمه ديال النعناع واخا ما يكونش عندكم النعناع اخضر. هذا خاصو يغلي ولا هادو تعاد ديروه؟ لا هذا تيغلي، لا هذا ديروه يغلي، هذا عمرو به من الاول ديروه مع حبوبات تيجي بحال معمر بالقامه. لان هنايا ما تلقاوش القامه بزاف، ماشي ما تلقاوهاش اونفان تلقاها ولكن تتسالى هكا، الا تسالت فتندير بهذا تيجي غزال راه تلقاوه تيتبع. اختي صفاء يس انا كان جو تيمك، انا كنكرهك. قوليها قوليها ما سمعنا حد. حاشا 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 حاشا. دابا اختي فوقاش نشربوا اتاي؟ انا راه عييت، انا خدامه العمل لنا. قولي لنا نتوما هالكري رد هانت مني نمسح البوطاجيه صاحبتي يضحكوا علينا انت تبيع. لا لا متتبعات زوينين كنت تشوفوا هالبريرد ديالنا عمرناه هاشي بركة عندنا هنايا قويطويات اللي وريتولكم كي تيتحضر بلا مرشم. هذا ايضا بالكوك، هادو الملح والحار، هادو فقيقصات صغيورين، وهادو الحليوات، هادو كنت نقولوا حلوات مولاي ادريس. وهذاك الليب، وهذا الليب، هذا راجلي تيبغي هاد الليب انا تيجيني قاصح شويه. وغنمشيو نحطو البريريد ونكبسهم تكالما واخا عين. المهم حنا جالسين تنشربو كويس ديالنا ديال اتاي وتنتفرجو في التلفزه، وهنا تيتسالى الفيديو ديالنا. نتمنى هاد الخريجه تكون عجبتكم وهاد العشيه دوزتوها معنا واستمتعتوا. غنخلي لكم الكلمات النهايه مع نبيله حيت انا حيدت درتي، خلي نبيله هي تختم لكم وتقول لكم الى اللقاء. نتمنى يكون عجبكم الفيديو وتكونوا استمتعتوا معنا، واخا ماشي يعني ما درناش شي حاجه سبيسيال، المهم غير شاركنا معكم الخرجه اللي درناها هذا النهار، ونتمنى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.